حبايبي ثيرد بريب، تعالوا نتكلم عن حاجة اسمها ميد بوينت. احنا اتكلمنا عن الديستانس وقلنا عندي رول ان انا باخد السكوير للديفرنس بتوين اكس اكسس بلس الديفرنس بتوين الواي اكسس. لكن لما اجي اقول لك انا عايز الكوردينيت بتاع الميد بوينت وادي لك تو بوينت بالشكل ده، فاحنا هنسمي الميد بوينت دي مثلا سي سي. الكوردينيت بتوعها بنعمل الاوردر بير، وبيبقى هنا ده بتاع الاكس وده الواي، فبنقول الكوردينيت بتوعها هاخد الصم بتاع الاكس اكسس اوفر 2، يعني هاخد اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2. سيميلر هاخد الواي 1 بلس واي 2 اوفر 2. هو ده الرول بتاع الميد بوينت. طيب تعال نطبق. ها يلا بقى كده سمعني صوتك، فين اكس 1 واكس 2؟ 7 ونيجاتيف 1. شكرا. يبقى هاجي اقول 7 بلس نيجاتيف 1 اوفر 2 كوما. سيميلر النيجاتيف 6 وزيرو. ريز يور فويس. نيجاتيف 6 بلس 0 اوفر 2، كل ده في الكالكوليتر، يعني ده في الكالكوليتر وده في الكالكوليتر. وما تنساش ان الانسر بتاعتك بتبقى اوردر بير اكس واي بس كده. ايوه بس كده. لو خدنا ده هيديني هنا 3، لو عملنا ده هيديني نيجاتيف 3. ادي الرول اللي انا هستخدمها كل ما يجي يقول لي ميد بوينت. طب السؤال بقى هنا اللي بيطرح نفسه مستفيد. حبايبي تعالوا كده نشوف المره دي بيقول لي ايه. سي اي حلو، هو قايل ميد بوينت، بس انا لو بصيت للكوردينيت ايه ده يا مستر، ده هو مديهاني ما فيهاش حاجه ايه ميسنج. حتى لو هي مش ميسنج، مش انا بقول لك ميد بوينت؟ يبقى انت بتيجي تقول الرول بتاعه الميد بوينت اللي هي الكوردينيت دول 4 و 6 ايكوال. وايه الرول بقى؟ ها؟ ان انا باخد اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2. ها؟ وهنا واي 1 بلس واي 2 اوفر. شكرا. يبقى حتى لو انا مش عاوز الميد بوينت استخدم الرول بتاعتها عشان اجيب الميسنج في التو بوينتس. يبقى نقول تاني، هناخد اكس 1 بلس اكس 2 يبقى دي x بلس 6 اوفر 2. هناخد y1 بلس y2 3 بلس 1 كل ده اوفر. حلو بقى، بص بقى معايا في الالجبرا اتعلمنا لو اوردر بير ايكوال اوردر بير كنا نستفيد ايه؟ الله عليك، اهو ده اللي انا هعمله. هو كله منفذ على بعضه؟ اه طبعا. بص بقى، هتقسم الورقه بتاعتك. يبقى انا هاخد بص كده x بلس 6 اوفر 2 هيبقى ايكوال 4. الفيرست ايكوال، ودايما نبدا بالاكس عشان تدي لك الفورم بتاع الايكويشن اللي انت متدرب عليها. سيميلر هناخد مين بقى؟ ها الواي بلس 3 اوفر 2 هيبقى ايكوال 6. ايه رايك؟ واصله؟ طب انت بعد كده لا خلاص بقى الجيومتري باي باي وبنكمل الجبر عادي. اعمل ايه في التو؟ تايمز. التو تعمل ايه؟ تايمز. فيبقى اكس بلس 6 ايكوال 2 تايمز 4 بكام؟ تعالى نعمل نفس الطريقه هنا. ها هنعمل ايه للتو؟ كروس كروس مالتيبليكيشن مش كده؟ اه تعالى كده نشوف مع بعض. فيبقى عندي الواي بلس 3 ايكوال 12، وهنا عندي اكس بلس 6 ايكوال 8. تعرف تكمل لي هنا ايكويجن علشان نجيب الفاليو بتاع اكس؟ يعني هعمل اوبوزيت ساين، فتبقى 8 ماينس 6 ايكوال 2. اديني جبت لك الاكس اوبوزيت ساين. ها الواي تبقى 12 ماينس 3 ايكوال 9. ادي الفاليو بتاع اكس، ادي الفاليو بتاع واي. يبقى انا بستفيد من الميد بوينت، اكتب الرول، بعد كده بقول الفيرست ايكوال الفيرست، بكملها ايكويشن ان انا اعمل كروس مالتيبليكيشن. اوبوزيت ساين اجيب لك الفاليو. اتعود توقف تتفرج عليها تطبق الاول اورال، انك تحل تقول انا هعمل 1 2 3 وبعدين بكمل. تعالوا كده بقى نشوف فكره جديده. الراجل اللي قدامي ده باريلوجرام ريكتانجل رومبس، ايه اللي دخلهم في الميد بوينت؟ اولا الميد بوينت مش هقولها لك صراحه،
هقول لك الكلمة اللي أنا بكتبها دلوقتي دي bisects. كلمة bisects هي midpoint. طب سواء دي أو دي أنا هجيبها منين؟ في البارالوجرام، في الريكتانجل، في السكوير، في الرومبس، لما ألاقي مين بقى؟ الدياجونالز. من غير ما هو هيقول لي التو دياجونالز هيبقوا انترسكتنج هنا، اهي البوينت دي ميد بوينت، البوينت دي يبقى هستخدم الرول بتاع الميد بوينت. يبقى لما اقول لك باريلوجرام على طول الدياجونالز بايسكتس ايتش اذر، ريكتانجل رومبس بايسكت ايتش اذر، سكوير بايسكتس ايتش اذر، ويبقى دي حاجة أنا طالع بيها من غير ما هو هيقول لي، وطبق الرول بتاعة البايسكت. طب تعالوا كده نشوف الإكزامبل يجي شكله إزاي. حبايبي بريب 3 يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نشوف استخدام تاني للميد بوينت، وهو مش هيقول ميد بوينت ولا هيقول أي حاجة خالص، معتمد الـ A إن أنتوا فاكرين. طب تعالوا نشوف A B C D is parallelogram. اول يا حبيبي ما تسمع الكلمه دي تعالى اعمل درافت وارسم له باراليلوجرام. لازم يا حبيبي لازم، مش كده وبس، وناخد الفيرتسيز بتوعه ايه هما، ادي A B C D. خد بالك معايا A B ما تنطش تروح هناك C، لازم سيركولر ورا بعض A B C D. ادي اول حاجه. طب انت عاوز ايه؟ قال لي فايند، انا عايز الكوردينيت بتاع البوينت اوف تو دياجونالز. يعني انت معنى كده ان حضرتك لازم تعمل ماتش للدياجونالز، ماتش للدياجونالز، والبوينت دي نيم، نديها نيم سي ام او اي لتر، وانا عايز الكوردينيت بتاعتها. هقول له احنا اتفقنا من شويه، اول ما اقول لك الكوردينيت بتاع البوينت اللي هي عامله انترسكت تبقى الام دي ايه؟ ميد بوينت، لان هي اللي عامله بايسكت للتو دياجونالز. يبقى انا مجرد ان انا عملت الدياجونالز ينط في بالك على طول الميد بوينت وتبقى دي ام. واول حاجه تبدا بيها تقول ليتل ام سي اكس واي. ايوه كده. طب وبعد كده تعالى يا عم، هو عايز بعد كده الكوردينيت بتاع الدي. تعالى بقى نعمل حاجه جميله، بص كده معايا. اول حاجه حضرتك تيجي عند الاي وتروح كاتب الكوردينيت بتوعها، البي برضو نفس الكلام 4 ونيجاتيف 5، السي 0 نيجاتيف 3. علشان تعالى بقى نحل مع بعض ونقول يا ترى احنا اتفقنا الام دي عامله ايه للاي سي؟ بايسكت. وكمان البي دي، يبقى انت حر تجيبها له من اي سي او من البي دي. طب ينفع اجيبها من البي دي؟ لا، عشان الدي دي ميسنج. يبقى حضرتك هتاخد الام دي، ادي اهي سميناها اكس واي، هنكتب الرول بتاع البايسكت وهنشتغل على مين؟ طب يلا كده فكرني البايسكت بنقول ايه؟ 3 بلس 0 ايوه اوفر 2 بلس نيجاتيف 3 برضو اوفر 2. شكرا يا مستر. ايه ده، هي هتتحل بسهوله؟ طبعا، بس تبقى فاهم ان الدياجونالز باي 6. يبقى هنا 3 اوفر 2 وهنا نيجاتيف هاف. ايوه طبعا حضرتك مش هتتعب، دي لوحدها في الخلاط، دي لوحدها في الخلاط. انت جبت مين دلوقتي؟ ادي الكوردينيت بتاع الام. في مشكله؟ يبقى حضرتك لو مش عارف ان الام عامله بايسكت للدياجونال انت تهت. باي باي. تعال بقى نسال السؤال الجميل، طب انا عايز اجيب الكوردينيت بتاع الدي، مش انت عرفت الام؟ ارجع استخدمها تاني 3 اوفر 2 ونيجاتيف هاف، بس المره دي هستخدم الدي هي اللي هتبقى اكس واي عشان هي ميسنج وانا عايز الكوردينيت بتوعها، بس هشتغل مع البي والدي ونطبق بنفس الطريقة. تعالى كده نشوف، بص تاني معايا. المرة دي الدي هي اللي ميسنج، بس المرة دي بقى الام نون عندي معروفة، وهبتدي اطبق الرول ان انا هعمل المرة دي البراكت، فهيبقى 4 بلس
أيوة 4 plus x over 2 وكمان ها plus y بس كده over 2 وده عندي الله هناخد الفيرست ايكوال فيرست والسكند ايكوال تعالى بقى نكتبها فوق عشان نبقى شايفين تعالى بقى نكتبها فوق عشان نبقى يبقى انا دلوقتي اوردر بير ايكوال اوردر بير اتفقنا نفصل فيبقى ال 4 بلس اكس اوفر 2 ايكوال 3 اوفر لما يبقى عندي هنا 2 هنا 2 اكنسله ايه ده؟ فبقي ال x بلس 4 ايكوال 3 هعمل اوبزيت ساين تبقى ال x بتاعتي نيجاتيف 1 تاني هنا في فراكشن هنا في فراكشن ولا اشغل بالي ليه؟ هنا ال 2 هتكنسل ال 2 بقت x بلس 4 ايكوال 3 ايكويجن وبعمل اوبزيت ساين بنفس الطريقة تعالوا مع بعض هناخد بص كده معايا حبيبي ال y plus negative 5 over 2 equal negative half لما يبقى fraction fraction وهنا 2 هنا 2 يعملوا ايه؟ شكرا اللي اتبقى y minus 5 equal negative 1 هعمل opposite sign تبقى ال y بتاعتي هتديني 4 انا كده جبت لك ادي الاكس ادي الواي دول الكوردينيتس بتوع الدي يا ريت تاخد بالك وتمشي واحده واحده اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك